عن جد عن جد شكرا كثير، عذبك والله. مي ولا عذبك راحة. ليكي مدام نيجا إذا بتحبي أنا قايدت لك رقمي على تليفونك، فإذا بتعوزي أي شيء أي خدمة اتصلي فيي. طيب شو مشان الكونترا؟ هلا يا عمي شرح تهربي قعدي وارتاحي وبعدين منحل قصة الكونترا. طيب لكن رح أعطيكم هلا المصاري. وحياة الله ما بخدون، قصدي إنه هلا تتقعدي وترتاحي ونشوف إذا البيت رح يعجبك إيه ولا لا. ايه شكرا كثير، لكن خلوكم نشرب قهوه سوا. لا حبيبي هلا انت قاعده وارتاحي وزبط اغراضك على رواق ونحن بعدين بنرجع. مثل ما قلت لك اي شيء بدك يا ماشي. الو ياسمينه حبيبتي. لك تسلموا لي، انتم شو بتجننوا. شكرا كثير ويعطيكم العافيه. اوكي بنشوفك حبيبي، باي 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 باي. زورونا تبقوا اكيد. تيتو الو بيبي كيفك؟ اشتقت لك بيبي. انا استلمت البيت، ايه الجو بجنن وجيران كتير 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 طيوبين. انت بالميتينج؟ طيب حبيبي سوري بحاكيك بعدين، يلا باي باي. حلو البيت ايه؟ اكيد عجبك. ايه بجنن. ايه شو كلمة المصاري؟ الله أكبر. لك مريم حياتي حبيبتي نفختي قلبي نفختي. المخلوقة عم تتوحى ولك حاجة تظلميها معك بقى حاجة. والله نفختي قلبي. لا والله هذا محام عندك يوم مالت عليكم توني رويت هالكيكة تشان يغمى عليها. أنا صار لازم روح الشغل. بدك شيء؟ نعم بدي شوكولا. وشو كمان؟ ولا شيء سلامة قلبك. يلا روح تشاو لك. اهلا وسهلا. عفوا انتوا هوني شقه ميديا؟ يمكن انا مخربطه. لا اكيد مالك مخربطه، شقه ميديا هي اللي مقابلنا. بس فيني اعرف من حضرتك والله؟ انا بنت خالتها وجاي اسكن معها. انورت البنايه. بالاذن. تفضلي. والله شوي شوي. يلا روح. تشاو. الله الله عن جد البيت كثير مرتب انت. ما معقول شو انت محظوظه فيه. حبيبتي انا محظوظه فيكي وما عم صدق انك هون وراح ضلني معك من هون لتولدي كمان. عن جد؟ ايه عن جد. ليش في بالعاده انا بقول لك شيء وما بعمله؟ طيب شو رح تعملي هلا؟ والله ما بعرف لساتني محتاره. يعني ناويه تدرسي ولا تشتغلي؟ بصراحه ما في براسي شيء معين، يعني كان معي شوية مصاري شغلتهم بمشروع عم يجيب لي كل شهر هيك مبلغ محترم بعيشني أميرة. يعني مالك ناوية تعملي شيء، بدك تقضية سياحة ما هيك؟ لا أكيد مو سياحة، بس كمان ما بدي أشتغل شيء بعيد عن دراستي. إيه بس القانون هون غير. إيه ما في مشكلة، بعدل شهادتي وبرجع بدرس. معقولة ترجعي تدرسي بعد ما تخرجتي من 700 سنة؟ إيه مو معقول أشتغل شغلة غير المحاماة، يعني مو معقول درست 4 سنين وسنتين تدريب واخر شيء افتح محل تياب مثلا. بهي انا معك. هاتي لشوف. انت كانه بعد ما تجوزتي لتامر طلقتي للفن؟ لا يا حبيبي. ده كان شو عم تعملي؟ عم بكتب مسلسل. وهي احلى كاسه عصير لحبيبه قلبي نجومه. بس الله ايام القهوه والنسكافيه. بطلناها للنسكافيه، مسموحة بس مرة بالنهار. يسلم لي اللي خايف على البيبي. بتعرفي؟ مالي مصدقة اني رح صير ام.
خايفة؟ خايفة وبنفس الوقت ماني مصدقة امتى رح تضم بنتي بين ايدي. شعور غريب هيك، بتحسي انه في كائن حي جواتك عم يكبر. عن جد ما بعرف كيف بدي اشرح لك هذا الشعور. ايه يعني بفهمك، بس ما بقدر اقدر الشعور 100%. ليكي شو مشاريعك؟ بالنسبة لشو؟ بالنسبة لليوم مثلا. ليكي في هون محل بيتزا كتير طيب، شو رأيك نطلب ديليفري؟ ايوه، وليش لحتى نطلب؟ ليش ما بنحمل حالنا انا وياكي وبننزل لعنده؟ والله مالي مزاج اليوم. ايه بس انا قلي مزاج. ميدو كأنك من اول ما اجيتي على بيروت ما طلعتي من البيت؟ يعني ما عم يجي على بالي اطلع بصراحة. يعني مزبوط مثل ما حسيت، حضرتك حابسة حالك بالبيت. لك لا، مو قصة حابسة حالي، بس قلك شي، إذا مفكرة حالك سمنانة فأنت كتير غلطانة. أنت أحلى وأهضم مرة بالعالم شفتها حامل بحياتي. يعني خلص بقى، ما فرقتك. نغام لا تجامليني. صدقيني ما عم جاملك. والله وقت اللي شفتك حامل اشتهيت اتجوز وجيب أولاد. يا أختي أنا ما بعرف ليش هدول النسوان ما بيهتموا بحالهم بس يحبلوا. ميدو بس بتعرفي شو؟ كأنك هيك حاسة بالاستقرار والأمان. أي استقرار هاد؟ وأنا عم عيش أصعب أيام حياتي وأول شهور حملي لحالي. أنا كتير بحاجة لحدا يوقف معي، بس رفقاتي تفرقوا وجوزي تركني وراح. استقرار عم باخده من جواتي، من البيبي. هو أماني الوحيد بالحياة. أيوة، وبعد ما أجيت أنا حبيبتك صرت اتنين. ايه يلا لكان، ما رح اسمح لك تحبسي حالك وتحبسيني. خلصيني قومي ننزل شوي. يلا قومي بدلي ثيابك. تعي شايفتك شاردة. عم فكر. بشو عم تفكري؟ بتامر ولا بالمسلسل؟ يعني ليش كل وحدة فينا إذا كانت شاردة معناها شاردة بالرجال؟ أيوة، يعني مو بتامر، يعني عم تفكري بالمسلسل. بتعرفي حابة أحكي فيه عن تفاصيل الأنثى، عن التفاصيل الصغيرة اللي نحن منعيشها ومنعرفها، بس الرجال لا. يمكن لأنه ما بيفهمونا ولا بيحسوا فينا، مع انه الرجال دايما رافعين شعار انه ما حدا بيفهمنا. يمكن لانه ما عم يحاولوا يفهمونا. طلعي حواليك شوفي ياسمين، حياتها انتهت بمجرد انه جوزها قرر يبدا حياته جديده بعيد عنا. مزبوط، بدي حياته من نهايه حياتها. مأساة المرأة انكتبت بدمها ودموعها، بيقراها رجال وبيضحك
لأنه ما بتهمه ولا بتعني. كثير حبيت اللي عم تحكي، واضح إن المسلسل بده يطلع بيطير العقل. عم تكتبي بإحساس كثير عالي، يمكن لأنه أنا كثير موجوعة. هلأ اللي بيشوفني من برا بيقول فنانة معروفة، وضع المادي كثير منيح ومتجوزة، وجوزها شغله كثير منيح وعم يستنوا البيبي، بس دايما بعد البس في كلام كثير بوجهي. دايما نفكر لوين احنا رايحين، يعني هاي اللحظات اللي عم عيشها ويمكن ما عيشها مرة تانية. ليش مضطرة عيشها لحالي بعيدة عن زوجي؟ كرمال شو؟ كرمال الشغل؟ ما أنا كمان كان عندي شغل، بس أنا تركته مشان أسس عيلة. وكأنه مهمتنا لحالنا بالحياة أنه نأسس عيلة. ندمانة؟